معانا مكنة سيكور ام ار 14، هنفكها علشان جايبة زيت من كل ناحية، جايبة زيت من النص من هنا، والزيت جاي على الفرامل، على كبر الفرامل، طالع لغاية الطارة بتاعت المكنة زي ما انت شايف كده. تمام، هنبتدي طبعا قبل ما نفك نعرف ايه الحاجات اللي احنا طالبينها. الام ار 14 هتلاقي الرسم التخطيطي بتاع المكنة دي موجود عندك في رابط تحت في الفيديو. تمام، ده طبعا نشكر شركة السالم اللي هي موفره لنا وموفره لنا كل الرسومات التخطيطية للمكن اللي احنا بنحتاجوه. ناس محترمة جدا، ملوك كفر الشيخ طبعا، ما بنقفش على اي بي دي اف موجود لاي مكنة او حاجة بسببهم، فشكرا جدا. هنا المشكلة عندي ان في اولسيل اللي هو اللي بيمنع لي طلوع الزيت، الاولسيل ده متضارب، علشان كده هنغير باولسيل تاني عشان نفك. هنفك الحدافة وبعد كده هنفك الموتور، وبعد كده هنفك الوش اللي ماسك لي البلي والأولسيل، وبعد كده هنركب الأولسيل بلي، يعني هنمشيها كده. بس في النص هنا هيبقى في عندي القلب، ده لازم يتشال، اللي هو الريتور ده هيتخلع علشان خاطر ان هو نقدر ان احنا نعبي الرومانبيلي في الدوده، نقدر نعبي الرومانبيلي ونقدر نعبي الانسيل. ف هنبتدي نمشي في الخطوات ديت سريعه، واي حاجه هنحتاج ان احنا نوقف عليها هنتكلم عليها، اي حاجه نقطه تفصيليه هنحتاج ان احنا نوقف عليها هنوقف عليها. تمام، بسم الله نبدا ويلا بينا. اول ما هتفتح علبة الكهرباء هتصور العلبة علشان خاطر لما تيجي تجمع تاني على نفس الاسلاك. السلك بتاع المروحة علشان نشيلوه، احنا فكينا المروحة، السلك بتاع المروحة المفروض ان احنا نعرف مكانه، واليو في دبليو واليو في دبليو واحد واليو في دبليو دول المفروض ان انت تبقى عارفهم منين. فكده احنا عرفنا الترتيب بتاعهم، هنعلم ده من ده علشان خاطر ان هو نعرف نشتغل عليهم.
لما فكينا لقينا المنظر ده كده. طبعا الصامولة ديت هتتغير، تمام. دي هنلف كده هنعرف ده اتش كام، ده ام كي 11، دي ام كي 11، ام كي 11. هنعوز واحدة وهنغير كمان الصواميل دي، المسامير دي، المسامير السن بتاعها في منه بايظ، تمام. مطرح الدق واتربط هنا بمفتاح ولا كان مفكوك بمفتاح، والزيت بتاعنا هيبقى الأولسيل معانا من جوه من هنا، الزيت بتاعنا بيسرب من جوه من هنا. بس الزيت لو بيسرب من هنا كان المفروض ان هو هيغرق لي الاكس هنا والملفات والحاجات ديت، فالزيت بيسرب من تحت، علشان كده مش قادر ان هو يغرق لي الملفات، ولا قادر ان هو يعني مفيش اي زيوت موجودة عندي هنا، فالنزول عندي مش من هنا، النزول عندي من تحت من هنا، تمام. فنكمل فك ويلا بينا.